بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله راح يكون تكمل البارت الأول اللي هو هذا الفيديو، راح يشمل البارت الثاني من مادة الكارديوفاسكولار سيستم. راح طبعا وقفنا هنا عند الكاردياك ريزلتس. لو نشوف أول معلومة اللي هي the heart tissue receives 15% of the cardiac output from the left ventricle. هسه احنا في البث الماضي اتفقنا انه the blood flows وين راح يكون، او من وين، او من وين لوين راح، من وين راح ينتقل الدم. مثلا لو نستلم هاي الصورة، لا ما بدي هذولا. طيب حلو، لو بدي احكي هنا نرجع نعيد بهاي الصورة. شو حكينا هنا؟ انه البلد، يعني اذا اعتبرنا هذا الهارت للانيمال، هون راح يكون في عندي كرانيال فينا كافا، كودال فينا كافا، and this structure here is the right atrium and the right ventricle and the pulmonary trunk. بعدين راح يروح الدم من البلمونري ترانك على اللنجز، بتأكسد وبرجع لي على الليفت والرايت بلمونري فينز. حلو، بعد ما يجوا على الدم هون المؤكسد، راح يفوت على الليفت اتريوم، من الليفت اتريوم راح ينتقل للليفت فينتريكل، والليفت فينتريكل راح تدخل الدم وتوديه على الاورتا، وبعدين راح ينتقل to the rest of the body على باقي أنحاء الجسم. حلو، طيب مثلا لو نيجي هنا، طيب كيف بقول لي هون the heart tissue receives 15% of the cardiac output from the left ventricle؟ هسا مش اتفقنا انه من ال left ventricle راح ينضخ وراح نروح على الأورتا؟ طيب 15% 15% من ال cardiac output اللي جاي من وين؟ من ال left ventricle، راح تروح على التشو. طب كيف راح تروح؟ راح تروح عن طريق الكوروناري ارتريز، سواء الليفت والرايت كوروناري ارتري. وبدي صورة اوضح. طيب هون، طيب شايفين هون بالصورة في عندي الليفت كوروناري ارتري، وي هاف ان ذس اريا اللي هي ايش؟ right coronary artery. طبعا لو نتذكر هون راح تكون ال right atrium وال right ventricle، اذا قسمناه بالنص هنا ال left ventricle وهنا ال left atrium. تمام؟ تمام. طيب نكمل. طب بدي في هون صورة اوضح عشان الكل يكون وصلته الفكرة. حلو، هسه مثلا لو ناخذ مثلا، طب هاي الكوروناري ارتري سواء الليفت والرايت مع بعض، هاي استنوا، طبعا هاي هم مع بعض وهي اوكي هون. حلو، هون ايش في؟ هون في عندي الاورتك فالف، وهي الاورتا اللي في عندي الاسندنج والارتش، وبعدين في عندي الديسندنج. حلو، بالنسبة لفوق الأورتيك فالف بنلاقي في تو اوبننجز، تو اوبننج يعني فتحتين بتكون على الليفت والرايت، اللي راح تودي لي وين؟ على الكوروناري ارتري. حلو، طبعا هاي تعتبر زي الساينس. حلو، بعدين بنشوفها. طيب مثلا لو نيجي على الفالف، حلو مثلا عندي هون الاورتيك فالف، مش هاي الاسندنج ايورتا، وهذا طبعا كله هذا يعتبر الفالف. حلو، هسه وهذا ايش ماله؟ هذا الليفت فينتريكل. هسه الليفت فينتريكل صار في كونتراكشن، طلع الدم لفوق على الاورتا، طبعا فتح الفالف، بعدين ايش؟ سكر الفالف. اذا سكر الفالف راح يكون في دم هون. حلو، فالدم اللي هنا راح ينزل وينزل ويروح على هاي الاوبننج. حلو، هاي الاوبننج شايفينها؟
طيب هاي الاوبننج، هاي الاوبننج برضو في عندي ليفت ورايت، راح تودي لي واحدة على ليفت كوروناري ارتري والثانية راح تودي لي على الرايت كوروناري ارتري، تمام؟ واللي هم فعليا بهاي الصورة زي ما احنا شايفين هنا، هذا ايش؟ هذا الاورتيك فالف كله هذا كامل. هنا في عندي الرايت والليفت كوروناري، هيو الليفت كوروناري ارتري، وهذا كله الرايت كوروناري ارتري اللي راح يحمل دم مو اكسد، لانه كنا بنعرف الليفت فينتريكل راح يدخل لي دم واكسد على الايورتا، فراح يكون الدم اللي هنا دم واكسد وراح يغذي لي التشو تبعين الايش؟ تبعين الهارت. حلو. This travels into two arteries from sinuses اللي هو معناها الجيوب just above the aortic valve. زي ما قلنا فعليا طبعا هذا زي كأنه بحكي لك تعريف للكورونري ارتري بشكل عام، انه راح يكونوا above يعني فوق الaortic valve زي ما احنا شفنا هنا، فوق مش هذا الaortic valve راح يكون فوقه، راح يكون في عندي two opening. حلو. شو اسمه للرايت والليفت كوروناري ارتريز. حلو. طيب تمام، نرجع هنا السلايدات. حلو. هسه بالنسبه لو ناخذ الرايت كوروناري ارتري اللي حكينا عنها، الرايت كوروناري ارتري ايش في عليها معلومات بالسلايد؟ arises above the cranial cusp and reaches the coronary groove after passage between the right auricle and pulmonary. طيب فصل البث او فصل التسجيل مش مشكله. طيب بالنسبه للرايت كورونري ارتري، طبعا تحفظوا لي اياها بالله نفس التعريف الموجود هنا بالسلايدات. طبعا بقول لك هنا راح تصل الى الكورونري جروف، هسه راح اورجيكم اياه، after passage between the right auricle and pulmonary trunk. لو نيجي مثلا هنا على الصور، طيب لو نيجي مثلا مش واضحة هاي، ايوه طيب شايفين بالاحمر هذا الرايت كوروناري ارتري، هذا الرايت كوروناري وات ارتري. طبعا زي ما انتم ملاحظين عفوا انه راح يكون ما بين اليوريكل اللي هي الرايت يوريكل وما بين البولمونري ترانك. هسه راح احط لكم الصورة الثانية تكون اوضح شوية. حلو. حلو. يعني مثلا لو نيجي لهاي الصورة بنلاقي الرايت كورونري ارتري طالع من طبعا من المنطقة هاي اللي بتكون فوق الاورتيك فالف. حلو. طالع منها وراح يكون ما بين الرايت يوريكل تاعت الرايت اتريوم، راح يكون هون طبعا في عندي البولمونري ترانك، ونوريك برضو كمان صورة أوضح ونشوف هاي الصورة. حلو. هيو بالضبط شايفين بولمونري ارتري، وهون في عندي ايش؟ اليوريكل أو الرايت يوريكل. هسا كيف نحفظها؟ هسا بورجيكو، بس خليني أشرح لكم شوي عن الليفت كورونري ارتري عشان أحفظكم إياها بطريقة حلوة، تمام؟ طيب. طيب بالنسبة هون للسلايدات، نرجع للسلايد شوية. طيب بالنسبة للليفت كوروناري ارتري، طبعا is usually the larger، يعني بتعرفوا انه الليفت كوروناري ارتري larger than is larger than what اللي هي الرايت كوروناري ارتري. زي مين؟ تذكر الرايت فينتريكل، عفوا الرايت فينتريكل والليفت فينتريكل، مين حكينا المايوكارديوم راح يكون له ثيكر؟ اللي هو الليفت فينتريكل، صح ولا لا؟ زي ما حكينا هنا، بعيد لكم اياها بشكل سريع. يعني بتقدر تربط معلومه انه والله لما نسمع ليفت بنتذكر انه لارجر ثيكر، فبهيك راح تقدر تربطوا لي ايش شويه معلومات ببعض عشان ما تنسوهم بسرعه. بس وين الصوره؟ لا ايوه هي عفوا. طيب طبعا هذا ايش؟ هذا ليفت فينتريكل، وهذا ايش؟ هذا رايت فينتريكل. يعني كانه اخذنا القلب وعملنا له ايش؟ كروس سكشن بهاي الطريقه.
حلو، يعني كأنه قطعناه بهاي الطريقة زي هيك من هون لهون، طلع لي هاي الصورة. طبعا هاي الليفت فنتركل وهاي الرايت فنتركل، طبعا هاي الميوكارديوم شايفينه، طبعا الميوكارديوم ميو معناها مصل، كارديوم من كارديك اللي هي قلبي، فالعضلات اللي هون اللي بنسميها هاي الطبقة مايوكارديوم. طبعا لو بتلاحظوا هون بتيجي thicker than the myocardium in the أو للوول تبع مين؟ تبع الرايت تبع الرايت فنتركل. تمام حلو. طب نرجع شوي للسلايد. بقولنا هنا reaches the coronary groove by passage between the left auricle and the pulmonary trunk. حلو، هسه بتتذكروا هون ايش حكينا؟ نفس الحكي تقريبا، انه هون برضه passage between the right auricle and pulmonary trunk، بس هناك ايش حكينا؟ left auricle and pulmonary trunk. يعني لو نرجع للصور شوية، طيب خلينا نرجع هون. طيب لو نرجع للصور، هسه بدي اياك تتخيلوا لي شيء لسهولة الحفظ، يعني عرفتوا كيف؟ هسه بدكم تعتبروا لي البولمونري ارتري او ترانك، تعتبروا لي اياه زي الدوار. حلو؟ حلو. وتعتبروا لي اليوريكل سواء ليفت او رايت يوريكل زي مين؟ زي اشارة المرور. وتعتبروا لي الرايت كورونري ارتري او الليفت كورونري ارتري شارعين، تمام؟ يعني هون في شارع وهون في شارع. هسا اجى مهندس حكى لنا بدي اخلي الشارع يمر او يكون ما بين الدوار اللي هو البولمونري ترانك واليوركل. هسا الشارع على اليمين راح يكون ما بين البولمونري ترانك والرايت يوركل، من اسمه رايت كورونري ارتري، مين راح يكون له قريب؟ الرايت يوركل اللي هي اعتبرناها زي اشاره المرور. تمام. هسا بالنسبه للشارع الثاني اللي هو عباره عن ليفت كورونري ارتري، راح يمر برضه طبعا هي الدوار اتفقنا، راح يمر شايفينه هي يا اخوان، راح يكون ما بين البولمونري ترانك او ارتري وايش هنا اللي هو الليفت يوركل تاعت الليفت اتريوم. تمام. فهنا ايش صار؟ في عندي باسج واي وهنا برضه باسج واي، وفي عندي برضه الجروف بس بنورجيك الجروف. تمام، بس صبركم علي. طيب هنا يعني اعطيتكم الطريقة عشان تقدر تميزوها وتحفظوها ان شاء الله. طيب بالنسبة للباراكونال انترفنتريكولار برانشز او برانش، طبعا follows the like named groove، في جروف برضه له نفس الاسم، هسه بورجيكم اياه، toward the apex of the heart. هسه نورجيكم هذا الجروف شو اتفقنا اسمه هون عشان تكون الصورة واضحة عند الكل. نيجي هون. طيب شايفين هاي الصورة؟ هاي الصورة من الكتاب. حلو، شايفين هذا الجروف او هذا البرانش تبع الليفت كورونري ارتري، هذا بنسميه باراكونال انترفنتريكولار برانش. حلو. طبعا هذا ايش راح ينقل الدم، ايش اصله ومن وين اجى؟ من الليفت كورونري ارتري. تمام، هاي الرايت كورونري ارتري. تمام حلو. طبعا هذا راح يكون جوا جروف او قاعد على جروف، شو اسم الجروف برضه له نفس الاسم اللي هو الباراكونال انتر فنتريكولار جروف. تمام، وين راح يكون متجه؟ راح يكون متجه على الابكس زي ما اتفقنا انه الهارت له بيس وابكس، زي هون في عندي بيس وهنا في عندي الابكس، راح يتجه هذا الجروف على الابكس زي ما احنا شفنا بالصورة. تمام. طيب مثلا، طيب وصلنا هنا في عندي the trunk continuous as a circumflex branch. طبعا circumflex من وين جاية؟ من كلمة circle يعني دائري. That follows the coronary groove toward the caudal aspect of the heart where it may terminate close to the origin of the right اللي هو subsinusal interventricular groove هذا في الهورس والبيج، or continuous into it في الكارنيفورس and بالرومينات. حلو. طب نشرح هاي النقطة شوية يعني مش فاهمها. هسا هون ايش اتفقنا؟ ثواني، هون ايش اتفقنا؟ هذا ايش؟ هذا الاورتيك فالف. حلو، الاورتيك فالف في على اليمين وفي على الشمال.
هون طبعا اليمين وهون الايش الرايت، ايه عفوا الرايت وهون الليفت. حلو، هسه بالليفت كورونري ارتري شايفين وين راح يلف، وهون ايش بنسميها سيركمفليكس برانش، يعني هذا البرانش بنسميه سيركمفليكس برانش، تمام؟ يعني برانش معناه تفرع. حلو، راح يلف هيك، بعدين راح يروح على الكودال اسبكت للايش للهارت، تمام زي ما احنا شايفين هون. طيب the coronary veins، هسه احنا اخذنا فعليا الكورونري ارتريز اللي هو الليفت والرايت. هسه بالنسبه للكورونري veins، في عندي blood returns to the heart via the cardiac vein. طبعا هسه يلي بيسال شو اللي بيصير بالضبط، ثواني بس خليني اعمل لكم هون وايت بورد واللي ما بقدر اسوي، لا هون في قلم، تمام. طيب بدي شوي تتخيلوا للوضع. حلو، لو نتخيل الكورونري ارتري، طبعا هاي الاورطة مثلا لو نرسم هيك، حلو تخيل هالاورطة، ومثلا نستخدم هذا اللون. طيب هذا اللون، طيب اوكي، هذا ايش مثلا نتخيله الرايت والليفت كورونري ارتري، حلو اللي راح يحملوا لي الدم المؤكسد. طيب حملوا لي الدم المؤكسد وودوا لي مثلا على التشو تبع الهارت، شو راح يصير؟ راح يكون في عندي هون منطقة، طبعا بتكون بالتشو هون برضه، اللي هي عبارة عن الايش الكابيلاريز. هاي الكابيلاريز راح يكون فيها الجازز اكسشينج والنيوترينت برضه، راح يصير له عندي عملية الديفيوجن، راح ينتقل من البلد المؤكسد الى التشو تبع الهارت. حلو، بعدين ايش راح يجي؟ بعدين راح يجي الفينز اللي هو مسميه الكورونري فين، ايوه، وين راح يشبك لي؟ راح يروح طبعا في الستركتشر اللي هو الكورونري اللي هو الساينس، بنسميه الكورونري ساينس. حلو حلو، هسه اورجيكم هنا، وهي الكورونري ساينس، تمام. راح يكون يعني هو نفسه هذا الستركتشر، لو نرجع شويه القلم. حلو، طيب هاي الكورونا مثلا ساينس، والكورونري ساينس راح يفتح لي فتحه وين؟ بالرايت اتريوم، بالرايت اتريوم، لانه اتفقنا احنا قبل هيك انه طبعا هاي الرسمه بس عشان تفهموا القصه، ولما ما بتيجي هيك فعليا تيجي فعليا زي ما هو بالصورة هون تقريبا. عندي زي ما اتفقنا هون ايش هذول مين؟ هذول الكورونري ارتريز اللي راح يحملوا الدم المؤكسد، شايفين نهاية هاي راح يكون في كابيلر بالتشو نفسها، بعد الكابيلر راح يكون يعني ما راح يوقف هون فعليا، مش اللي انكم شايفين هذا الارتري هون وقف خلاص، لا ما راح يوقف، راح يكون في كابيلري، بعدين سواء لما خسر الدم الاكسجين صار دي اوكسجينيتد بلاد، فاللي بيحمله مين بعدين؟ اللي بيحمله الفينز، اللي بيحمله الفينز تبعون الهارت اللي هو الكورونري فين. حلو، وهي طبعا الكورونري ساينس، وزي ما اتفقنا في البث الماضي انه راح يعمل اوبننج على الرايت اتريوم، لانه دائما الرايت اتريوم راح يستقبل الدم الغير مؤكسد. حلو، اما الليفت اتريوم راح يستقبل الدم المؤكسد، يعني بعد ما يصير له اوكسجينيتد ومن طبعا من وين بتاكسد، كنا بنعرف من اللنج، يعني بيجي مؤكسد من اللنج. حلو، طيب هون ايش في؟ طيب كورونري فينز، طيب this opens into the right atrium زي ما اتفقنا، ايش هو الفين الكورونري فين، راح يفتح لي الرايت اتريوم، واللي مش عارف وين بالضبط نورجيه هنا بالصورة مثلا. حلو، حلو، هاي شايفينها opening of coronary sinus، هنا راح يجي الدم بالفتحة وراح يصب لي وين؟ بالرايت، شايفينها؟ استنوا شوية، هاي كلها الرايت ايش؟ رايت اتريوم اللي راح تستقبل دم غير المؤكسد، بعدين راح تودي لي على الرايت فينتركل، بعدين على البولمونري ترانك،
بعدين بتأكسل من اللانج، بعدين برجع على الليفت اتريوم، بعدين على الليفت فنتريكل، بعدين بروح على الايورتا، وهيك بكون عمل سايكل وعمل ايش ونقل الدم المؤكسد الى باقي ايش باقي الجسم. تمام، بس في عندي صورة هنا حاب اشارككم فيها شلون. طيب اللي مش عارف البلود فلو بيقدر مثلا يستعين بهاي الصورة، يعني اوكي انا عدت عليه اكثر من مرة، بس هذا اشي مهم يعني المفروض تطلع منه حافظه زي اسمك، انه في عندي طبعا بالانيمال هذا بنسميه كرينال فينا كافا، هذا بنسميه كودر فينا كافا، هذا بالانيمال. اما في الانسول الهيومن انه في عندي سوبيريور وانفيريور انسول اياها. هسه بيجي الدم الازرق، طبعا الازرق دم غير مؤكسد، حلو، هاي الاسهم بالازرق دم غير مؤكسد، راح يخش لي هون على الرايت اتريوم، شايفين الرايت اتريوم، بعدين هذا الترايكاسب فالف، حلو، ثلاث شرفات، راح يفوت لي على الرايت فنتريكل زي ما هو موجود هون، بعدين راح يروح على البلمونري ارتري او البلمونري ترانك، حلو، بعدين راح يروح على اللانج، حلو، شايفين هذا الدم غير مؤكسد، راح يروح على اللانج، بعد ما يرجع من اللانج راح يصير راح يتحول الى مؤكسد، يعني راح يتاكسد الدم ونتخلص من السي او 2 اللي فيه، وبعدين راح يروح اللي وين على الليفت اتريوم، بعدين على الميترال فالف اللي هو سميناه البايكاسب فالف، بعدين وين على الليفت فنتريكل، بعدين على الايورتا، تمام، بعدين تو ذا ريست اوف ذا بودي. هي يعني مراجع سريع للبث الماضي. تمام، هنا زي ما شرحنا لكم بالضبط. طبعا الاوبننج هاي just below the entrance of the caudal vena cava، شايفين caudal vena cava، يعني لو نتخيل انه هذا قلب animal، هذا قلب human، حلو، بس لو نتخيل انه قلب animal، شايفين just below the، لو تخيل هذا caudal vena cava، راح تكون الاوبننج of the coronary sinus تحت ال هاي. بدي اورجيكم صورة على السلايد ان شاء الله تكون واضحة. ايوه شايفين هاي، هاي فتحة، هاي الاوبننج اوف ذا كورونري ساينس اللي راح يجي لي الدم غير مؤكسد بعد ما غذينا التشو تبع الايش تبع القلب، حلو. طيب طبعا هذا كل هذا الشرح الدكتور شرحه بطريقه يعني جدا واضحه، بتمنى من الجميع يعني يرجع لفيديو الدكتور وبيقدر يستفيد منه، واللي بده يعمل سكرين او بلاش سكرين، انا راح اعمل لكم رابط بالهايه بالسلايدات وبعطيكم اياه بالديسكربشن راح يكون. طيب طيب يعني لو بدنا نستكمل هنا بقدر احكي لكم شويه ملاحظات. هنا عندي مثلا الهارت، عندي dog, pig, ox, horse، عندي الأورتا بالأخضر، عندي brachiocephalic trunk، واتفقنا brachio لما نسمعها بنتذكر البريكيا، يعني بين قوسين المنطقة تبعيت المين تبعيت الهيومرس، صح ولا لا؟ خلوها يبارك. وcephalic من معناه head، يعني هون كأنه بيحكي لي brachiocephalic يعني للإيد وللإيش للهيد، راح يغذي لي او الترنكو فعليا راح يتفرع بعدين لارتريز، هذول راح يغذوا لي اياهم، بس يعني خلينا نخليها ببالنا هاي المعلومه. في عندي سب كليفين ارتري باللون البني، هنا في عندي لا هي سيبوكم منها، في عندي كومون كاروتيد ارتري، وعندي بلمونري ترنك برضو نسوي شوي بلمونري ترنك، بدي الكومون كاروتيد ارتري تعرفوا لي اياها باللون احمر. لو نلاحظ مثلا هنا انه الدوج والبيج تقريبا نفس الاشي، والاوكس والهورس تقريبا نفس الاشي، طب كيف يعني نفس الاشي؟ لو نلاحظ هنا السبك ليفين ارتري من وين بيتفرع هنا؟ طبعا في عندي هذا الرايت وهذا الليفت، هذا اقرب لجهة الرايت او الرايت فنتريكل او اتريوم عشان هيك سميناه رايت، هذا سميناه ايش؟ الليفت، تمام؟ تمام. طيب الليفت سبك ليفين ارتري من وين بيتفرع؟ من الاورتا، برضه هون بتفرع بالدوج من الاورتا، يعني الدوج والبيك من نفس المكان راح يتفرع، حلو. طب بعدين ايش راح يصير في هون عندي بالاصفر اللي هو البريكيو سيفاليك ترانك،
البريك سفيريك ترانكون فعليا تفرع منه اشياء الكاروتيد كاروتيد ار صح كومن كاروتيد ارتريز سواء ليفت ورايت، وراح يتفرع برضه الرايت سبكليفيان ارتري سواء بالدوغ والبيج. عشان هيك جبت لكم سيره انه والله الدوغ بيشبه البيج، وهنا خلينا نحكي هون هسه اللي هو الاوكس بيشبه الهورس، تمام؟ حتى على القافيه دوغ بيج اوكس هورس يعني عشان تميزوه، تمام؟ بالاورطه ما شفنا تفرع للليفت سبكليفيان ارتري، بس هون شفنا بالدوغ والبيج، تمام؟ هسه من وين تفرع الليفت سبكليفيان ارتري؟ تفرع من البريكيو سيفاليك ترانك، بريكيو سيفاليك ايش؟ ترانك. طبعا الكاروتيد هاي الكاروتيد ارتري اللي هو بالاحمر فعليا اللي هو راح يغذي لي هي هون، بنيجي هون شوي للسلايدات، تكون الكاروتيد ارتريز سواء ليفت ورايت سبلاي ستراكتشرز اوف ذا هيد، تمام؟ والسبكليفيان ارتري supplies blood to the forelimb and to structures of the neck and cervico-thoracic junction. طبعا cervico من cervical يعني عنقي، هي cervico حلو. طب thoracic معناها ايش؟ صدري. في junction راح يكون ما بين cervical والthoracic، هذا بنسميه سيرفيكو ثوراسيك جنكشن. مين راح يغذي لي اياه؟ اللي هو السبكليفين ارتري. يعني لو نلاحظ السبكليفين ارتري سبلايز فور لمب وستركتشرز اوف ذا نيك اند سيرفيكو ثوراسيك جنكشن. طبعا اذا السبكليفين ارتري اذا فات الفور لمب انتر يعني انتر ذا لمب ثرو اكزيلا، شو بنسميه؟ بتحول اسمه بصير ايش؟ اكزيلاري ارتري، تمام؟ خرجيكوا على الصوره هنا تقريبا نزوم شويه. طيب شايفين الاكزيلاري ارتري؟ هيو اجى من وين اصلا؟ هيو من هنا اللي هو هذا ايش فعليا؟ هذا التفرع سميناه طبعا هذا بالهورس، واتفقنا راح يتفرع من وين؟ من البريكيو سيفاليك ترانك، مش زي الدوغ والبيك. الدوغ والبيك ومن وين تفرع السبكليفيان ارتري؟ اللي هو خصيصا الليفت، تفرع من الايورتا، تمام؟ فاحنا بنحكي على حسب الصوره الهورس راح يتفرع الليفت سبكليفيان ارتري، واذا دخل اللم بمنطقه الاكزيلا شو بنسميه؟ اكزيلاري ارتري، تمام؟ يعني بتحول اسمه، تمام؟ اللي مش فاهم طبعا it winds around the cranial border، يعني لو نعيد عليه شويه border of the first rib. لو بتلاحظوا وين first rib؟ مش هاي first rib يا اخوان، هاي first rib راح يصير لي يعني هنا راح يفوت من هون على الكرانيال بوردر للفيرست ريب، بعدين نروح على الايش؟ طبعا هون المفروض تكون في الهيومرس وهون السكابيولا، مش مشكلتنا يعني هاي منطقة الهيومرس زي ما انتم شايفين هاي الريدس والانا، فعشان هيك ايش؟ راح يغذي لي الفور لمب اللي هو مين؟ الليفت سبكليفيان ارتري، تمام؟ تمام، راح يتغير اسمه زي ما قلنا. طبعا الدكتور شارحها بطريقة يعني كثير واضحة، تقدر ترجع للشرح واي سؤال تقدر تسألوه، هذا كله للاسف انه ما راح اشرحه لانه واضح جدا يعني، واللي عنده اسئله ان شاء الله ما راح نقصر. طيب conducting system of the heart. طيب هسه لما نيجي نحكي ببالنا سؤال، ايش اللي راح يخلي الهارت يعمل لي contraction وايش اللي راح ينظمه؟ هسه في عندي شو اسمه components للكوندكتنج سيستم. لو نيجي على صور اوضح من هيك، طيب طبعا في عندي اس اي نوت او بنسميها ساينو اتريال نوت زي ما هو موجود بالسلايد، بس ثواني بس خلينا في الشيء عن هذا السلايد شويه عشان اورجيك الكوندكتنج سيستم من ايش بتكون. طيب
بتكون من ساينو اتريال نود اللي هو الاسي نود، وبتكون من اي في نود اللي هي الاتريو فنتريكولار نود. هسه بورجيك اياها، ولا خليني اورجيك اياها هسه مره. طيب حلو، شايفين هون اول صورة، هاي الاسي نود، شايفينها هاي الاسي نود. يعني هون فعليا الكومبوننتس لمين؟ للكوندكتنج سيستم للهارت، هاي الاس اي نود. هنا الثاني هاي الاي في نود، شايفينها هاي الاي في نود، اسمها طبعا اتريو من اتريوم، فنتريكولار من فنتريكل. يعني هي فعليا جايه ما بين الاتريوم والفنتريكل، عشان سميناها عشان هيك سميناها اتريو فنتريكولار نود. هسه في عندي الاس اي نود ساينو اتريال، اتريال من اتريوم برضه لانها بتقع هون في الاتريوم. بس بقول لكم البوزيشن تبعها بالضبط على حسب السلايد. طيب بالنسبه عندي الكومبوننت الثالث اللي هو الاتريو فنتريكولار بندل اوف هس، طبعا بينادوه هس او اتش اي اس. اوكي شايفين هاي، هاي بنسميها اتريو فنتريكولار بندل. طبعا على اي اساس سميناها اتريو فنتريكولار بندل؟ طبعا لو بتلاحظوا على نفس اسم النود اللي هو الاتريو فنتريكولار نود، وبرضو على اسم مين؟ تذكروا الفالف هذا وهذا سميناه الرايت والليفت اتريو فنتريكولار فالف، اتريو من اتريوم، فنتريكولار من فنتريكل. فهو الاشي راح يكون ما بين الاتريوم والفنتريكل، برضو هاي البندل راح تكون طبعا بندل معناه حزمه، راح تكون ما بين الاتريوم والفنتريكل تقريبا. هاي شايفين لو لو نرسم هون خط راح تكون ما بين وبين. تمام. بالنسبة للكومبوننت الرابع اللي هو عبارة عن الليفت والرايت بندلز اوف او برانشز عفوا اوف بندل اوف هس. تمام، في عندي رايت بندل برانش، وفي عندي ليفت بندل برانش. من وين يجوا؟ من البندل اوف هس، او بنسميها اتريو فنتريكولار بندل، يعني لها اسمين. تمام. طيب وبالنسبه لاخر كومبوننت اللي هو سب اندو كارديال، طبعا له اسمين، بنسميه سب اندو كارديال فايبرز، او بنسميه بيركنج فايبرز على حسب ما موجود حرفي بالسلايد. بيركنج فايبرز او سب اندو كارديال برانشز او فايبرز، بزبط هيك تمام، يعني اكثر من اسم مش مشكله. شايفينه هنا، يعني هو فعليا لو بدنا نيجي نرتبها AV node او عفوا SA node، هي SA node، وهنا AV node، وهنا bundle of his، بعدين في عندي branches لل bundle of his، هي زي ما هي مكتوبة هون right and left branches of bundle of his، شايفينها هاي right وهي left. بيجي بتفرع برضو مين من هاي البرانشز، برانشز اصغر شو بنسميها؟ بنسميها زي ما قلنا sub endo كارديال، او بنسميه فايبرز او برانشز، او اسم اخر بيركنج فايبرز. طبعا يلي بيقول لي شو معنى اندوكارديوم، طبعا تتذكروا الاندوكارديوم اللي هو كان الطبقه الداخليه للهارت، مثلا لو نيجي لا، طيب هاي شايفينه هون ايش اتفقنا، هذا اسمه هذا كل المصل، هاي اسمه مايو كارديوم صح. هسه في عندي اندو كارديوم، بس هون برضه اللي هو فعليا ايش، ثواني، اللي هو الطبقه الداخليه للمصل، بس بدور لكم على بوينت عشان تكون الامور واضحه. ايوه هي شايفينها، لا هي اندو اندو ايش؟ اندو كارديوم. طبعا مش بس هاي النقطة، قصدي انا كل المحيط من جوا، كيف يعني كل الجدار من جوا بنسميه اندو كارديوم، كأنها يعني طبقة، مش سمينا هاي بتكون مايوكارديوم، يعني هون عندنا هاي كلها هاي مايوكارديوم، وبرضه هون الطبقة الداخلية بنسميها اندو، واندو معناها داخلي، كارديوم من كاردييك اللي هي معناها قلبي. تمام. طب هون اخذنا الستراكشرز بشكل واضح. طيب ايش ضاير هون مثلا بالسلايدز؟
لو نشرح هنا طبعا يعني اخذنا هذا فعليا السلايد كامل. لو نيجي نطبقه هنا هي ايش كانت نسميها سينو اتريال نود اللي هي الاسي نود ستراكشر نمبر 1. طب ستراكشر نمبر 2 راح تكون اي في نود اللي هي الاتريو فنتريكولار نود. وبعدين في عندي البندل اوف هيس. البندل اوف هيس اللي هي فعليا الستراكشر نمبر 3. نزوم شويه الستراكشر نمبر 3 هذا بندل اوف هيس، والصوره ورجتكم اياها قبل شوي اوضح من هاي. حلو. بعدين في عندي رايت اند ليفت برانشز او بندل راح يتفرع منها، هذا الرايت وهذا الليفت راح يتفرع من وين؟ من البندل اوف هيس او اتش اي اس بسموه هيك وهيك. في عندي سب اندوكارديال برانشز، شايفين البرانشز الصغيره هنا هذولا، هاي وهاي وهذولا كلهم هذول الصغار اللي تفرعوا من البرانشز تاعت الرايت والليفت برانشز تاعت البندل اوف هيس. مجرد ما تفرع من هذول الصغار نسميها ايش؟ اندوكارديال او عفوا سب اندوكارديال برانشز اور بيركنج فايبرز. تمام. طيب نرجع شوي للسلايدات لورا. حلو حلو. طب الاس اي نود والاي في نود عباره عن ايش؟ والبندل هذول كلياتهم والفايبرز عباره عن كارديك مسل هم اصلا، بس ايش صار فيهم؟ اختلفوا شوي، يعني كانه صار في عندي تمييز لهم، صاروا سبيشال كونكتيف تيشو. نقدر نحكي the conducting system of the heart consists of modified، modified معناها معدله، مايوسايت، مايو معناها عضلي، والسايت معناها خليه، خليه عضليه اختلفت. طب كيف اختلفت؟ طبعا اختلفت باربع اشياء، عن مثلا عن لو نحكي نقارنها بالكاردياك ماسل مثلا او المايوسايت تاعت الكاردياك ماسل اللي بتعمل لي كونتراكشن. هون ايش؟ هون ما بتعمل لي ايش؟ كوندكشن، راح تعطيني امبلسز وراح تعطيني سيجنالز. تمام. اللي اختلف، اللي اختلف اربع اشياء، هذول الاربعه في منهم ثلاث زادوا في منهم واحد قل. تمام. حلو. هسا الدياميتر اوف ذا سيلز تاعت المايوسايت مالها از جريتر، يعني مقارنه بالمايوسايت العاديه اللي بتعمل لي وظيفه الكونتراكشن، يعني هاي الدياميتر زاد، شايفين هنا هون الدياميتر زاد. طيب نيجي على الاختلاف الثاني اللي هو بقارن لي بالكونتين مور انترا سيلولار فلويد. انترا معناها انسايد، انترا سيلولار فلويد يعني كانك تحكي عن السيتوبلازم، راح يكون ال intracellular fluid مالها هاي، يعني او مقارنة يعني اكثر او اعلى يعني ككمية مقارنة بالايش؟ بالمايوسايت العادية اللي هي الكاردياك مصل. حلو. طبعا واخر فرق، طبعا اذا الدايميتر زاد ال intracellular fluid راح يزيد، صح ولا لا؟ لانه جواته يعني بالعقل، اذا زاد الفلويد راح يزيد الدايميتر. بس برجيك صورة برضو. اخر شيء اللي هو هاف ا هاي او هاير جلايكوجين كونتنت، راح شو اسمه، راح تتعبى الخلايا، راح يكون في الخلايا جلايكوجين اكثر من او مقارنه بالمايوسايت العاديه. وهنا في شيء واحد اللي هو الاقل اللي هو الفيبرلز. ايوه. طب خلينا نشوف هون مثلا، نناقش هون شوي بالصور. لا مش هون. طيب لو ناخذ هاي الصورة، هاي الصورة عبارة عن المايوسايت اللي هي بين قوسين الكاردياك سيل او الكاردياك مصل سيل، زي ما احنا شايفين هاي هون مثلا. لو ناخذ هيك هاي مقطع عرضي من هنا. حلو. بنلاحظ فيها طبعا، هاي لو نشوف هاي الديميتر، طبعا الديميتر معناها قطر. حلو. هسا ايش بيميز البندل او الافي نود او الاس اي نود عن المصل العادية او المصل سيل العادية؟ انه الديميتر، اول اشي الديميتر فيها هنا اكثر، مش بال المايوسايت العادية، لا اللي تحولت الى ايش؟ وصار لها موديفايد وتحولت الى conducting system، سواء AV node SA node AV node والبندل اوف اس والى اخره. الدايميتر راح يزداد. حلو. contain more intracellular
سيلولار فلويد اللي هو بين قوسين السيتوبلازم، حلو، يعني ديميتر كبر السيتوبلازم ايش معناه؟ برضه راح يزيد. وعندنا اخر شيء اللي هو هاف هاير جلايكوجين كونتنت، راح يكون في عندي هاير جلايكوجين من الخليه العاديه برضه، تمام. واخر شيء اللي هو اللي زي ما قلنا ثلاث كثار او راح يزدادوا عن الخليه الاصليه، وواحد ايش اقل، ايش اللي هو الفيبرلز. طبعا الفيبرل هو راح يحتوي لي الفيلمنتس، والفيلمنت عباره عن اكتين وميوسين، ومنها ايش راح يكون في عندي ساركومير اللي هي الفانكشنال يونت اللي راح تسوي لي ايش كونتراكشن للسل او للمصل نفسها، حلو. فهون مش وظيفتنا الكونتراكشن، وظيفتنا اللي هو ايش نعمل كونكشن ونعطي سيجنال ونعطي ايش اوردر من الاي في نود او الاس اي نود الى باقي الايش الهارت. فانا فعليا مش وظيفة الفانكشن، عشان هيك راح يكون في عندي fewer fibrils، راح يكون fewer fibrils يعني fewer filament، يعني ما راح يكون في عندي contraction بشكل واضح، تمام. هاي خلصنا من هذا السلايد. طيب هذا السلايد ايش وضعه؟ The most characteristic feature of the conducting tissue is its capacity for spontaneous electrical activity. يعني باختصار انها الاس اي نود راح تعطي سيجنال للاي في نود، وراح يظل ماشي السيجنال لباقي الهارت زي ما انتم شايفين هنا، وما راح يكون عليها يعني ما في مثلا نيورون راح يعطيها امر انه والله اشتغلي ووقفي، لا. يعني لو جبنا هارت وجبنا يعني عملنا يعني جبنا كل النيرفز اللي بغذوه، الاس اي نود راح يشتغل والاي في نود راح يشتغل بس بشكل معتدل. هسا ايش اللي راح يتحكم بالهارت ريت مثلا؟ طبعا راح يتحكم فيه اللي هو الاوتونوميك نيرفس سيستم. الاوتونوميك نيرفس سيستم في عندي سمباثيتك نيرفس سيستم وبارا سمباثيتك نيرفس سيستم، هذول الاثنين هم راح يحددوا لي اذا الهارت مثلا يزيد الهارت ريت اللي هو عدد نبضات القلب في الدقيقة او يقلله. طبعا السمباثيتك بيزيد والبارا بيقلل للهارت بالنسبة للهارت، بس باشياء ثانية بيجي العكس، مش شرط يعني والله هذا بيزيد وهذا بيقلل، لا، على حسب الاورجان، تمام. which spreads to the adjacent muscle resulting in depolarization and contraction. راح يصير في عندي depolarization يعني راح يصير في عندي action potential، وبعدين راح يصير في عندي contraction. وهون برضو شرحناها انه راح يتحكم فيها الايش الاوتونوميك نيرفس سيستم، بس هي يعني لو جبنا كل النيرف راح يعني راح يظل القلب شغال بس على ايش على ريت معين. حلو، هذا طبعا شرحناه على الصور هناك. يعني مثلا اذا بدنا ندردش شويه تذكروا ستراكشر 6 هنا، هذا عباره اللي سيبتو مارجيناليس، تذكروا ترابيكولار سيبتو مارجيناليس، شرحناه وين البث تبع امبارح. طبعا سيبتو مارجيناليس من سيبتم، مارجيناليس معناه هامش، فراح يربط بين السيبتم والهامش. الهامش معناه طرف، يعني طرف الهارت مع السيبتم راح يعمل لي شورت كات للسيجنال، يعني الفانكشن له بدل ما السيجنال يمشي من هون هو اوكي راح يمشي، بس عشان اسرع راح يمر من هون طوال، يعني كان عمل لي شورت كات للسيجنال، فراح يروح على الوول تبع الايش تبع الرايت فينتريكل، تمام. الاس اي نود مثلا البوزيشن تبعه او الموقع تبعها اللوكيشن بيلو ذا اندوكارديوم of the right atrium wall، يعني او atrial wall عفوا. يعني لو نيجي مثلا على صورة اوضح، حكينا انا بدي الـ AVA الـ S node، حلو، الـ S node راح تيجي below the endocardium، وعرفنا ايش هو الاندوكارديوم، of the high right atrial wall، right atrial wall، wall الجدار معنا، وايش كمان ventral to the opening of the cranial vena cava. طبعا هذا قلب انسان واتفقنا هذا، طبعا هذا inferior superior، بس احنا اذا افترضنا انه هذا قلب animal مثلا ما راح يكون اسمه superior، ما راح يكون اسمه cranial vena cava، هنا caudal vena cava. فاذا تخيلنا هذا
كرينيال فينا كافا، راح يجي الاسي نود تمام فينترال تو ذا اوبننج، فينترال تو ذا اوبننج اوف ذا كرينيال فينا كافا. اوكي هاي اول نقطه. والنقطه الثانيه زي ما حكينا بيلو ذا اندوكارديوم اوف ذا رايت اتريال وول تمام، زي ما هو موجود بالسلايد احفظوهم. طيب هون ايش لما نحكي؟ طبعا الاسي نود نعرف انه having the highest resting rate of depolarization، عشان هيك بنسميه او راح يكون autonomous بشكل تلقائي راح يشتغل زي ما حكينا قبل. طيب although all parts of the conducting system are capable of spontaneous activity، راح يظلوا شغالين لحالهم دون اي اوامر من برا، زي مثلا لو نحكي طبعا لو من برا راح تيجي ايش انه زيد او قلل، ما راح يقول والله اشتغل او ما تشتغل لا. طيب the sinoatrial node اللي هو الاس نود is autonomous by ايش by virtue of the of having the highest resting rate of depolarization، هو راح يمتلك الايش الهايست ريستينج ريت اوف ديبولاريزيشن. مين هو الاس نود؟ بنسميه ايش autonomous. حلو. طيب نيجي مثلا تحت as such it initiates the cardiac cycle acting as the primary pacemaker overriding other pacemaker activity this ensure coordinate contraction which is essentially for efficient pumping. طيب هسا مثلا لو نحكي مثلا افترضنا انه الاي في نوت لا سمح الله تعطل، صار في خلل ومن وين الاشاره اصلا بتيجي؟ من الاي في نوت بتعبر الاسي نوت بعدين لباقي البندل بعدين بتفرع. حلو. هسا صار في خلل، شو اللي راح يصير فعليا؟ راح يحل مكانه الاي في نوت او الفايبر هذولا اللي سميناهم ايش سب اندوكارديال فايبرز تمام، هذول راح يشتغلوا بدال فعليا زي ما هو مكتوب هنا تمام. هنا اذا ايش اذا صار في عطل عندي طيب only if the sinoatrial node اللي هو الاسي نود dysfunctions do other parts of the system take over the role of dominant pacemaker sequentially this function is taken over by AV node حلو اللي هي الاتريوفنتريكولار نود or the Purkinje fibers اللي هي هذول الستركتشر هذول الفايبرز اللي بتفرعوا من الرايت والليفت اللي هو البرانشز تبعون ايش تبعون حس او اتش اي اس. طيب وصلنا هنا from the sinoatrial node اللي هو الاسي نود the wave of excitement spreads to the surrounding muscle and reaches the atrioventricular node. يعني بقول لك الاسي نود راح تيجي لي السيجنال منه او الويف طبعا الويف راح يعمل لي على التحفيز، التحفيز ايش راح يعمل لي كونتراكشن للمسل، يعني كانه بعطيك امر او بعطيك امر للمسل انه يعمل كونتراكشن. حلو. فراح تنتقل على المسل المجاوره تمام، هاي الاسي نود هاي الافي نود تمام، وراح بعدين راح تنتقل صوره اوضح رجاء صور السلايد المشكله مش كلها واضحين زي ما بدي انا. فلو نتخيل الوضع هنا الاسي نود راح ينقل الاشاره للافي نود، برضه لهون راح ينقلها على الليفت اتريوم وجزء من الوول هنا اللي نسميها الرايت اتريوم تمام اللي هي السراوندنج مسل، فراح اسوي فيها كونتراكشن صح ولا لا؟ طيب حيشرحنا النقطة. طب الـ AV node which is the طبعا هذا which is the located، هذا كل الحكي للـ AV node بنخصصه فيه which is located in the interatrial septum inter طبعا من اسمه inter in between atrium أو atrium من atrium في عندي left و right atrium صح ولا لا؟ فراح يكون هذا السبتم بين الليفت والرايت atrium. حلو.
close to the opening of the coronary sinus. هاي كأنه بحكي لك الـ AV node وين موقعه. الـ AV node راح يكون located in the interatrial septum اللي هو السبتم اللي بيكون ما بين الاتريوم الليفت والرايت. تمام حلو. كلوز اقرب الى مين؟ للاوبننج اوف ذا كورونري ساينس. تذكروا الكورونري ساينس شرحناه قبل شوي. الكورونري ساينس طيب ولا هيو شايفينه؟ هي ايش هي الفتحه؟ اوبننج اوف ذا كورونري ساينس يعني الاي في نود. نعيد ونزيد نعيد ونزيد عشان الكل يفهم. طيب اذا الاي في نود لوكيتد وين؟ على او في الانتر اتريال سبتم. ارجوك وياه في هاي الانتر اتريال سبتم راح يكون close to the opening اقرب الى الاوبننج او الفتح تبعيتي ليش اوف ذا كورونري ساينس. وهي زي ما مأشر هنا close to the opening of the coronary sinus هنا عشان تعرف الموقع البوزيشن تبعه. تمام طيب نرجع للصوره او نرجع للسلايد. This node is also اللي هو الافي نود is also richly innervated and gives origin to the atrioventricular bundle. هي راح تعطيني signal للاتريو فنتريكولار بندل اللي هو البندل اوف هس which penetrates the cardiac skeleton before dividing into right and left bundle. يعني البندل اوف هس بقول لك انها راح تخترق الكارديك سكيليتون قبل انه تتفرع للرايت والليفت بندل تاعيت الايش او برانشز تاعيت الهس بندل اوف هس. تمام او برانشز عشان تكون الصوره واضحه عشان ما حد يخربط. ايوه بندل اوف هس زي ما قلنا رايت وليفت بندل. تمام رايت وليفت وانا هذا ليفت ستكشر 4 ستكشر 5 اللي هو الرايت عشان تكون الصوره واضحه للجميع. حلو فهو فعليا لو نيجي نتخيلها نرجع للصورة. طيب لو نيجي نتخيلها الاسينود راح تعطيني امبلس راح تعمل ديبولاريزيشن بعدين راح تنتقل هاي السيجنال للافي نود. الافي نود راح ينقلها للبندل اوف هيس بعد البندل اوف هيس راح يتفرع الى الرايت اند ليفت برانشز سميناه ايش؟ هيو ثواني ايوه هيو left and right bundle branch او بنسميها right and left branches of bundle of his. حلو هاي right و left بعد ما تنتقل هون راح تنتقل لاخر اشي اللي هو الفايبرز اللي هون ايش حكينا عنه بالازرق اللي هو sub endocardial fibers شايفينها بعدين تنتقل للمصل اللي بيكون الهارت عشان يصير في عندي contraction. يفضل يعني تحضر فيديوهات عشان تستوعبوا القصة كاملة على اليوتيوب يعني مثلا. طيب these branches lie closely under the endocardium. هاي البرانشز اي برانشز اسمه قلت لكم اياها lie closely under the endocardium of the interventricular septum. شايفين البرانشز هذول الرايت والليفت بتكون ايش مالها؟ closely تحت الاندوكارديوم. عرفتوا الاندوكارديوم؟ الطبقة الداخلية للهارت endocardium of the interventricular septum. هذا السبتم بنسميه interventricular septum ونعيد ونزيد ليه سميناه interventricular septum inter in between ventricular من ventricle في عندي right ventricle و left ventricle. تمام مية مية. طيب كأنه هذا آخر سلايد. يس أوكي واخيرا وليس لا والله ما هو اخر سلايد لا والله اخر سلايد. المهم the right branch crosses the cavity of the right ventricle in the septomarginal trabecula او بنسميها trabecula septomarginalis muscle of this chamber.
يعني بقول لك باختصار انه مثلا هون راح يصير في عندي رايت برانش. رايت برانش وين راح يروح؟ راح يروح طبعا هون هاي الرايت بندل شايفينها، الصورة كأنها معكوسة او مش معكوسة، جاية على الكود الاسبكت تمام، يعني الانيمال هيد لهناك رايح تمام. حلو، وين وصلنا؟ ايوه the right branch، هاي ال right branch it crosses the cavity. صورة أوضح من هي عشان الكل يفهم. the right branch cross the cavity of the right ventricle، يعني كأنه بقول لك cross the right ventricle، أو خلينا على الكافيتي تبعيته أحسن. in the septo marginal trabecula، أو سميناها trabecula septo marginalis muscle تمام of this chamber. يعني لو نيجي للصورة إشي واضح، شايفينها يا إخوان هنا؟ شايفين هذا التفرع؟ هذا شايفين هاي مصل، هاي المصل إيش سميناها؟ سيبتو مارجيناليس مصل، راح تنتقل من عبر هاي السيجنال، يعني كأنه صار في عندي كروس، أو برضو صار عندي إيش؟ شورت كات، اختصرنا المسافة تمام؟ عن طريق سيبتو مارجينال ترابيكولا. عدت ألف مرة بعرف، سامحوني. It ends in the outer ventricular wall of the right ventricle. راح تنتهي على الايش؟ اكيد على الوول تبع مين؟ على ال outer ventricular wall of the right ventricle. يعني كل هذا الحكي مخصص للرايت، ما جبنا سيرة الليفت يا اخوان. يعني هون كان بقول لك السيبتو مارجيناليس او ترابيكولار سيبتو مارجيناليس، بس مخصصة للرايت تمام. بالنسبة للليفت، the left branch is more diffuse and ramifies in the outer wall of the left ventricle. يعني راح تتفرع وراح تتشعب عن طريق الايش؟ اصبر جيك، وعن طريق ايش؟ تذكروا الفايبرز سميناها بيركينجي اي ثينك انه اسمه هيك، او بيركينج، شو كان اسمه؟ بيركينج، بيركينج فايبر. حلو. The final branches of this bundle bundles are known as subendocardial branches or بيركنج فايبرز. يعني كانه هون التعريف فعليا، يعني كانه بعرف لك البيركنج فايبر تعريفه، اللي هو البرانش الاخير او التفرع الاخير يلي بيطلع. of these bundles are known لا لا، اللي بيطلع من وين؟ شو قصده بذيس bundles؟ اللي هو الرايت والليفت برانشز، او البندل برانش لمين؟ اوف هس، بعرف ضيعتكم شويه. هيها شايفينها right and left branches، هيا right and left branches of bundle of his، راح يتفرع منها ايش؟ final. هي وينها؟ طيب وينها؟ ايوه the final branches، يعني كان the final branches of these bundles، لهاي البندل سواء left or right are known as sub endocardial branches. sub شايفين هذول هون بالاصفر، اللي هو السب اندوكارديال برانشز، او مسميه اسم ثاني اللي هو البيركينج او البيركينج فايبرز تمام. نعيد على هاي النقطة عشان الكل يكون فاهم عليها، وبعدين بنكون هيك خلصنا التسجيل ان شاء الله. The left branch is